عامل بلوك؟ بلوك ده اسهل قرار باخده في حياتي. سهل عندك البلوك؟ اه سهل عندي قوي بصراحه. شخصيتي اللي بخليك تاخدي هالقرار؟ انا ما بقلبش غير لما خلاص بتبقى النهايه. تعطي مجال، تعطي مجال، بدي تشانسز، بس لما باجي بقلب وبقفل قفلتي وحشه قوي، ما في رجعه. لا ما بيبقاش في رجعه. عملتيها كتير؟ اه. بصي هو احنا في زمن الواحد ما بيبقاش عايز فيه يسمع الحقيقه، يعني بقى المجامله سهله والنفاق بقى سهل كمان. طبعا. فانا بقى صريحه قوي، يعني انا ممكن يعني ما عنديش مشكله ان انا اقول حاجه مثلا تضايق، فخليكي مثلا تشيلي مني في حاجه، بس انا مش قصدي. بس انا just being honest، I'm just being me. فساعات بيبقى في موضوع انه بيبقى في ناس في حياتي ما بيقدروش يبقوا بصراحتي. وانت بيزعجك هالشيء؟ انا ما بحبش، ما بحبش خالص. يعني كل الناس اللي قريبه مني جدا تعرف انه انا ما بحبش حد يعني يداري حاجه عشان خاطر مثلا، لا انا بحب اتحمل الانتقاد عادي. عادي. اسالك على حاجه، انا عندي سنسر رهيب، بعرف اللي بينتقدني وهو بجد بيحبني وعايز يفيدني في حاجه، واللي بينتقد بس عشان خاطر خلاص انه يأذيك. بس عشان مثلا عايز ابوظ مودك. فبفرق مين قصده شو، بسيب بقى بدي تشانس وخلاص. بعد كده لما بيحصل البلوك ما فيش رجع. بتبرري حالك وقتها تعملي بلوك ولا لا؟ بصراحه ما بتقولي لهم انا ما بدي اياكم بحياتي لانه 1 2 3؟ هبرر ليه يعني؟ ممكن ابرر مثلا لو انا عايزه حد ممكن هخليه يخش حياتي تاني، بس خلاص ساعتها بيبقى too late everything، انه ولا في تبرير هينفع ولا في اي حاجه، فخلاص.